ساندويتش دجاج من لعبة The Witcher. واو. السلام عليكم، بارك عليكم الشهر، والحلقة الأولى من تجي نطبخ وضيف مميز جدا عادل المقرن سقعمر. أهلا أهلا وسهلا، يلا حيهم وشكرا على الدعوة. بالعكس. صراحة أنت أول ما كلمتني قلت لي الموضوع في أكل وجيمز، قلت أنا I'm in، خلاص done. الخلطة المثالية. الخلطة المثالية. برنامج يجمع الأكل والألعاب، كيف راح نسوي طبخات طلعت داخل الألعاب. والطبخة الأولى اليوم عادل هي ساندويش التشيكن أو تشيكن ساندويش، ساندويش الدجاج من لعبة The Witcher. A bit of this, a bit of that, mix it all together. هذه الساندويش مصدر الطاقة الجيرالت في اللعبة، أوكي؟ فحنا راح نسويها إن شاء الله إن نضبطها يعني. إحنا ما يعني ما أوعدكم إن كل مرة أو كل حلقة إن شاء الله راح نضبط الطبخة، لكن بنحاول نسوي اللي علينا إن شاء الله. هي شوف، هي في النهاية بتنوكل. بتنوكل. هي بتنوكل. نشكر موقع ويتشر كيتشن لأنه حاط الوصفة وحاط المقادير اللي بنشرحها لكم اليوم أكيد بإذن الله. إن شاء الله. بس قبل لا نبدأ أنا أبي أسأل عادل شيء. عادل رجعت أنت، رجعت للتويتش. رجعت. طبعًا اللي يتذكرون عادل قاطع 5 سنين عن محتوى الألعاب، أوكي، لكنه رجع قوية من أول يوم ما شاء الله آلاف المشاهدين. إي والله. تفاعل غير طبيعي، أنت انصدمت. صدمة والله، كانت مرة صدمة. أيه. للأمانة يعني أنا بديت في 2011 ووقفت في 2015 ورجعت الحين. والرجعة كانت مترددة جدا، بس صراحة يعني ردة الفعل من الناس كانت جميلة مرة جدا، على انه يعني كان بث بسيط ساعتين بس، والعاب اتوقع اغلب الناس لعبوها اصلا من قبل، بس انا ما كان يعني الناس تو عشانك اي جو جو لي جو هذا، وكان شعور مرة جميل رجع الشغف صراحة للأمانة. هو السؤال ليش قطعت من الاساس؟ والله الحياة. لا مو يعني ظروف الحياة، شغل. أنت ما تركت الألعاب؟ لا الألعاب ما تركتها. ما تركت الألعاب أبدا. حلو. كنت دائما ألعب، وفي كثير ناس أصلا كنت ألعب معاهم يعني أونلاين، أدخل على ديسكورد وسولف أنا وياهم، بس إنتاج المحتوى كان هو العائق بالنسبة لي. يعني أول ما رجعت ما كان في نت، أو بالأصح كان DSL. بعدين قلت خلاص ما في نت، بس أجلس ألعب لا تسوي محتوى، وبعدين لاحق عرفت وظيفة. أيه. وظيفة خلاص، وظيفة تكفي. فهذا الأسباب يعني اللي خلتني صراحة أقطع، ويعني فقدت الشغف في الموضوع، مو فقدت الشغف في الجيمينج بس في إنتاج المحتوى. عودا حميدا. شكرا. أنا خوفي بعد ما تأكل السندويش حقتنا اليوم ترجع تعتزل. أنا شكلي بنسى بسيطة. طبعا التتبيلة أوكي غريبة شوي هي صراحة. والله جدا أنا شفت تصب شيء ما يعني. طبعا بعض الأشياء جبنا لها بدلة لأنها مو موجودة. أي. مثلا هم استخدموا بيرة. صح. حلو، بس بيرة نوع معين فيه حلاوة كذا زي الكراميل. حلو. فيقول لك إنه البديل الممتاز لها الكولا. فعندنا كولا هنا 200 ملي هي الأساس حق التتبيلة حقتنا. حلو. فأول شيء بنسويه إن شاء الله بنصب هذه الكولا هنا. كولا بغازات. غازات. بدون غازات ما ينفع ترى. يس. طيب طبعًا بنضيف مجموعة أشياء ثانية مع الكولا، أوكي؟ تساعدني فيها إن شاء الله. فلفل، ملح. ملح. بابريكا، عسل، خردل، بابريكا حلوة هذه طبعًا. بابريكا حلوة. في بابريكا حارة إيه. وهذا عسل. هذا جبناه لما رحنا عسير كان في ايفنت العاب شرينا، بس ترى مو لازم تروح عسير يعني. لا مو لازم، احسن من اي مكان. خردل سبايسي. طيب تمام. وثومتين بنهرسهم الحين. أوكي. حلو، هذا ثومتين عندنا. اي الثومتين موجوده بنهرسهم. تعرف الحركه حق الطباخين ذي؟ طبعا ارفع عليك. تبي ابدا؟ بديت الحين. نبدا نهرس. والله نبدا نهرس الحين على طول. يلا شوف، ما ارفع عليك نظبطك. اي يلا. طبعا توخر السكينه عن جسمك، هذا اشياء لازم تعلمها. وتطق بيدك. يا سلام. والليمونه شو وضعها؟ الليمونه بعد راح نحط ان شاء الله نص ليمونه هنا. هذه جهز الحين. يلا حط الثوم. صارت مره فاين. كلام كبير والله. اي اقول لك انا لو يشوفني جوردن، كيف تفاعلت مع الرمزي؟ لو يشوفني جوردن رمزي يعني صراحه يزبطني. لا حد يرسل الفيديو لجوردن رمزي. قص لنا الليمونه ذي. طيب شوف بعطيك تريك الحين. اذا تبي تطلع عصير ليمون صدق لازم تسوي كذا. اقول لك في كم برنامج. اي لازم يعني، ولا ما يطلع لك عصير. حلو. فنص ليمونه قلنا. نص ليمونه ان شاء الله. هذه برتقال، هذه مو ليمونه. والله ليمونه ذي. وعندنا هنا الفلفل. حلو، فلفل اسود. وعندنا ملح. ملح تقريبا كم؟ اوكي بس نص ملعقه شاي
فلفل ونص ملعقة شاي ملح. حلو. أوكي. وهذا البابريكا الحلوة. بابريكا حلوة. العسل ملعقتين شاي أو ملعقة على حسب إيش الرغبة. ماسترد سبايسي. الماسترد سبايسي. أيوه. نخلطها. You take the honor. صارت حصة كيمياء هذه. صح. التفاعل غير طبيعي. جداً حلو. طبعاً اللي راح يصير الحين إننا راح نأخذ هذا التتبيلة هذه. حلو. بنحطها على النار. 15 اوكي الى 20 دقيقه تتبخر بالكامل راح تصير زي الكراميل وبنرجعها مره ثانيه هنا وبنتبل فيها الدجاج وبدي عادل حطها كذا على النار طبعا نبدا بنار قويه حلو بعدين نخففها شوي شوي الى ما ننزلها لنزل خليك الله كذا يتمازج طبعا الان التتبيله حقتنا ضبطت نخليها تبرد عشان بعدين ندهن فيها الدجاج لكن حاليا نجهز الصوص اللي راح ندهن فيه الساندويتش نفسه حلو فبيكون اول شيء عندنا البقدونس حلو تقطع لنا اياهم تقطيع اوكي طبعا كل واحد والكميه اللي يحتاجها او كم ساندويتش بيسوي مايو بنحط عليه شويه فلفل اوكي شويه ملح وراح نعصر ليمونه مو ليمونه كامله يعني ملعقه يا سلام الله تفضل ابشر والله احس الماسترد سبايسي هذاك بيطلع معه حلو بعد ممكن شوف كل واحد ومزاجه اي 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 طبعا التتبيله معنا تشوفون كيف صار ثقلها او قوامها الحين بنجيب الدجاج هنا بنتبله ان شاء الله تمشي الوضع خلينا نحط هذا اول واحد والله لا صديق والله كفه والله الان بنقطع الفطر المشروم لان حلو. هذا بيجي على الساندويتش كذا حلو اوكي عشان قبل لا تجي الدجاج عليه ممتاز وطبعا راح ايش راح نشويه على نفس الشوايه اللي شوينا عليها الدجاج بس بعد ما نخلصه جهزنا المشروم حلو محمد. ممتاز وبعدها الان بناخذ ذا وبنروح الشوايه حلو يلا طبعا الحين بنحط زيت هنا بسم الله الله الصوت ان شاء الله لا لا ممتاز نقلب الله اخذت لون يا مساكين اللي بيشوفونا نهار رمضان الله يعينكم سريع ايوه الله طبعا ايش بنسوي شفت الدهن هذا كله حق دجاج بنطبخ عليه المشروم اوه حلو حبات المشروم يا سلام الصوت بس طرب الصوت الصوت الهالي والله انه طرب تدري المشروم من اسهل الاشياء اللي تنزرع من الاشياء اللي يحتاج يعني منطقه استوائيه ايه؟ انت ما انت منطقه استوائيه احنا الرطوبه تذبحنا مره قد طلبت من امازون ما شاء الله كيف اخذ لون والله جيد طلع طلبت من امازون اقول في بوكس يصير فيه مشروم داخل حلو فتشق العلبه من برا ايه؟ وبس ترش عليها مويه بس خلال 3 ايام تطلع لك مشروم من داخل تبدا بس تقعد تقطف منه يعني حتى ما يبغى لك يكون عندك حديقه ولا حديقه ولا شيء حديقة بتجي طيور تاكلها طلع دبلانة الحين طبعا الخبز اللي راح نسوي فيه الساندويش نوع معين من الخبز طبعا اطرافه قاسيه تكون ومستخدم فيه الحبوب اسمه راي بريد هذه على الاقل على الوصفه الاصليه اللي حاطها موقع ويتشر كيتشن انتم بكيفكم تبون تستخدمون خبز حبوب خبز بر خبز ابيض صامولي اللي تبون ترتيه بكيفكم فبنحمصها عاد كثير من مقاطع الاكل تلقاهم هم اصلا جايبين الاكل حقهم بحوافظ وهذا كله خرابيط شو بس اي بس شو تخيل اللي قد يسوي لك ورق عنب في التلفزيون ثلاث ساعات لين يخلص لف والله راح نضبط الساندويش باذن الله اول شيء راح نجيب حبات من المشروم اوكي المشروم اول ممتاز بعدين بناخذ واحده من الديايات احس هذه حلوه هذه احلى واحده احس هذه احلى واحده أوكي. شوف الجوس اللي طلع منها حطها حلو اعطها صوص وفرد نفردها يا سلام تجي اصبر 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 لا 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 نسينا اوه تزيينه تزيين صح حلو يا سلام ممتاز يا سلام المصورين بعدين شايفين الدلع هذا بعدين تحطها عليه والله يا سلام حلو الله الله صور يا مدير صور يا مدير اوه نسيت في شيء انا قاعد انتظره من زمان وشو الله كذا صار كذا خلاص طيب ساندويش الدجاج من ذا ويتشر مع الشيف عادل المقرن I can't serve this to Yen. يا سلام يا سلام شوف هذه يا محمد لحظة الحقيقة ها الحين شوف كيف شوف الحلاوة
الدجاجة والحركات وال... نجرب والله أنا أقول نجرب ها؟ أنا أقول بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. واو فقط توقعاتي. جميلة والله ها؟ الصوص الصوص مرة لذيذ. بس بس بالرحمة حقتي وين بتروح؟ طب عادل بعد ما كنا وشبعنا الحمد لله كل شيء. سؤال والله جيدة. كيف طلع الاسم سقعمر؟ سقعمر حتى لما تقراها كذا ما هي سقعمر بس ابدا هي ما دخل. سقعمر جت من واحد ايه ناسي منه يعني انا اخاف اقول منه يطلع غلط مو هو اصلا بس طلعت منه كذا بس إيه؟ اساسا الاسم ومشت هي هو الاسم اس اي جيمر هذه هي بس لانه قناتي اللي قبل كانت اس اي بعدين انحذفت ما اقدر احط نفس الاسم فعدلت فحطيت فور اوكي فالفور بالانجليزي كانه اي اس اي جيمر نفس الشيء سقعمر سقعمر عاد المقرن رجع للبثوث على تويتش تابعوا قناته بنحط لكم الرابط تحت بثوثه رهيبه شفتوه كيف مضيف معنا في البرنامج المتعه معه على قناته شيء ثاني فلا تنسون يا شباب تزورونا شكرا وبكذا انتهينا ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقه وانتظرونا الحلقه الجايه في امان الله مع السلامه